أبدأ بخبر مش حلو عشان للأسف يعني يبدو أن الأخبار الأيام الصعبة دي مش عايزة تخلص. الحمد لله، منذ قليل أعلن زميلنا وصديقنا العزيز معتز مطر عن إصابته بكورونا وغيابه عن الشاشة لعدة أيام. ربنا يشفيه ويعافيه ويصف عنه سوء ان شاء الله. نسأل الله كل الاماني بشفاء لصديقه نسأل العزيز معتز الله مطر الشفاء ان شاء ولاسرته الله. الكريمه ان شاء الله، وربنا يعافيه وينجيه ويعود لنا سالم امن غانم ان شاء الله. يعني الاخبار اللي يعني بجمله اللي بيضغط على نفسيه الواحد، يعني انتوا عارفين العلاقه بينه وبين معتز هي علاقه تستمر لمده 10 سنوات، علاقه اخوه يعني وصداقه. الحقيقه معتز يستاهل ان انا اعمل عنه ساعتين ثلاثه الحقيقه، ربنا يشفيه ويعافيه. هو بصراحه دائم دائم الامل دائم التفاؤل، يعني في اصعب اللحظات الواحد بيبقى شايف ان الدنيا صعبه شويه معاه، سواء حتى على المستوى الشخصي او على المستوى العام، تلاقي معتز بيشوفها بشكل تاني خالص. يعني تلاقي دايما متوهج ودايما متفائل، وان شاء الله باذن الله تكون فتره بسيطه ويرجع سالم غانم الحقيقه. ما تقلقش يا عم، انت مش اول كده، ما تقلقش كده ان شاء الله. احنا اطمن يا معتز ان شاء الله، ما يعني هو يعني خدنا كورونا وان شاء الله لا باذن الله ان شاء الله ربنا معتز يرجعك بالسلامه، وانت ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. انا بس عشان يعني تعبان بس قوتك مش قادر يعني، بس لكن هو معتز مش عايزين مقاتل يعني. الناس قوي، انما نتعهد بالله عليكم ان ندعو جميعا بقلوب صادقه ومخلصه لله تبارك وتعالى بتمام الشفاء للصديق العزيز معتز مطر واسرته، يعود ان شاء الله مره اخرى الى جمهوره الى محبيه في مصر والوطن العربي. ان شاء الله يعود باذن الله عز وجل مره اخرى يواصل رسالته وقضيته كما اعتدنا فيه معتز بفضل الله عز وجل. وهو معتز لولا انه هو اللي اعلن الحقيقه انا ما كنتش اعلن، لان انا علاقتي مع معتز معتز تعرض مرتين لازمه صحيه كبيره، وانا حاولت اعلن في وقتها قال لي اوعى تعمل كده. فالحقيقه هو دايما ما بيحبش يعلن، لكن كان لازم يعلن هذه المره عشان فيه سبب لغياب طويل، يعني على الاقل خالص انتوا عارفين 10 ايام او اسبوعين. لكن هو معتز ان شاء الله بطبعه مقاتل، يعني مقاتل ما شاء الله عليه، ربنا يرجعه سالم ان شاء الله لمكانه ولجمهوره. ومعتز رجل بدوله، مش عايز اقول رجل بامه، لكن راجل بدولة. معتز مطر رجل زي ما هو ده الصفحة أعلن على صفحته. معتز يعني أتعب النظام بشخصه، يعني الحقيقة مش هينفع نتكلم عنه يعني. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يرجعه لجمهوره بالسلامة إن شاء الله. بس اتكلمت في ده عشان تعرفوا ان احنا ما عندناش حاجه بنخبيها مش زي الاخرين، يعني زي ما قلنا انه ما زالت كورونا في مقدمه الكوارث التي تحدث على وجه الارض الا عندنا في مصر. ورغم انه تركيا بدات تفتح المسائل من 3 ايام فقط او من 4 ايام يوم واحد في الشهر، الا ان الاعداد رجعت تزيد تاني. فده الناس اللي بتتعامل بطبيعتها كده، وانا قرات في بتاع الناس مطعمه 10 مليون لحد دلوقتي، 10 مليون مواطن طعمه، ومع ذلك بيقول لك خد بالك وحرص وهكذا. فالحمد لله على كل حال، يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. بجد اشير بس لحضرتك ان طبعا هو زميلنا معتز طبعا اعلن انه مصاب وايجابي كورونا، انما طبعا احنا بالتالي واظن كل المشاهدين صعب قوي ان احنا يغيب عنا عن الشاشه 15 يوم. اتمنى يكون حالته الصحيه تسمح في هذا الوقت ان يكون له ظهوره مع مشاهديه ومع متابعين ان شاء الله، ولو حتى من البيت عادي خالص نشوف معتز من البيت ونطمن عليه ان شاء الله كل الشفاء، ونتمنى الاماني الطيبه بالشفاء، شفاء الله وعافاه، ولكل اهلنا وكل مرضى يا رب كورونا ان شاء الله ربنا يطمن كل الناس ان شاء الله.